عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله اللي ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتوا اول مره كتشوفوا هذا القناه، ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل الجديد. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد الكيك، كيك ياباني اللي معروف عالميا، اللي معروف بزاف بزاف، بالمقادير بسيطه وسهل بزاف بزاف بزاف. عندنا هنايا، غنبداو بالمقادير. عندنا هنايا 6 الحبات ديال البيضات، 6 البيضات. عندنا هنايا السكر كلاصي، 4 ديال معالق عامرين ديال السكر كلاصي، 4 ديال معالق عامرين ديال الدقيق فورس ديال الحلويات. عندنا هنايا 4 ديال معالق ديال الزبده، 4 ديال معالق كبار ديال الزبده. عندي هنايا الكاس ما عامرش ديال الحليب. عندي هنايا نكهة الفانيليا وقريصة ديال الملحة. هيا بينا باش نبداو ان شاء الله بالتحضير. غنهزو واحد الكاميلا، واحد الكاسرونة بحال هادي، وغنديرو فيها هاد الزبدة هادي. وغنديرو هاد الكاس ديال الحليب، غنديرهم دابا فوق البوطا باش ينسجم ليا الحليب مع الزبده. المهم تسخن هاد الزبده شي شويه، ما غاديش نخليهم طيطيبو، غير يسخنوا شي شويه تذوب هاد الزبده هادي ونسجموا بعد مع بعضياتهم ونرجع لكم. ها هي الزبده والحليب موجودين دابا. بسم الله، غنهز واحد الإناء بحال هكا، غندير الدقيق، 4 معالق كبار ديال الدقيق. غنحاول نحرك بحال هكا، دابا غنهز البيض، غنعزل البيض وغنعزل الصفر. والله غتشوفوا معايا كيفاش نحط هكا. غنعزل الصفر بوحدو والبيض بوحدو. نحيدو دابا هذا على جنب، غنجيبو نكهة الفانيليا، جوج ملاقات من هذا حيت هذه ما قاصحاش بزاف. نبدا نخلط داك الصفر ديال البيض مع ديك الزبدة و داك الدقيق. تيولي عندنا بحال هكا، بحال الكريمة، وغنحطو وغنجيبو داك البيض ديال البيض. باقي مدرتش قرصة الملحة، دابا غندير قرصة الملحة هنايا، نسيتها كاع. دابا غنطرب هاد البيض ديال البيض، غنطربو حتى يطلع ليا. غنطرب البيض، غنضرب البيض ديال البيض ونضيف ليه السكر. المهم غتشوفو معايا كلشي.
صافي ها هو البيض طلع عندي، يكون بحال هاد القوام هكا، يكون بحال هاد الشكل هكا، يكون على هاد الشكل هذا بحال هكا على هاد القوام. صافي بحال هكا يكون بحال الكريمة. غنجيب دابا اللي خلطنا بالبيضة، يكون حتى هو على هذا القوام هذا بحال هكا، بحال الا شتوه قصح لكم ولا سميتو يمكن لكم تزيدوا ليه شويه الحليب ولا تزيدوا ليه واحد البيضه ولا المهم ولا تزيدوا ليه الصفر ديال البيض الا شتوه قصح لكم تزيدوا ليه شويه ديال الحليب ولا واحد الصفر ديال البيضه باش يكون على هذا القوام بحال هكا بحال الكريمه. شتو دابا دابا غنكب شويه من هذا، غاديش نديرو بخطا هكا، هاد دابا نجيب هذا نكبو على هذاك البيض نكبو على هذاك البيض اللي سخنا، دابا غنكب هذا على هذاك البيض بحال هكا، نبداو زعما نحركو مزيان هكا، يكون بحال هكا نحركو مزيان باش ميبقاش لينا مزال داك الصفر، نشجمو مع بعضياتنا مزيان مزيان. راه هاد الكيك ما فيه لا بيكين بودر لا حتى حاجه، ما فيه حتى شي خميره، كيطلع غير داك البيض اللي فقنا قبيله. عندي هاد الصينيه بحال هكا، غنستعمل هاد الصينيه وغندهنها بشويه الزبده كامله، غندهنها غير باش يلصق ليا فيها هاد الورق الزبده، ما غاديش نديرها فوق مباشره فوق الصينيه، ما غاديش نديرها زعما في الصينيه مباشره، غنديرها في ندير لها ورق الزبده غير باش يشد ليا يلصق. هاد القطع تاعو هكا باش يجيوني بحال هكا، باش يلصقوا لي بحال هكا. صافي بحال هكا، دابا غنجيب الخليط ديالي وغنكبو في الطبق، الفران راه سخنتو، المهم خليت الفران حتى سخن، دابا المهم غنطيبها غير في الفران العادي، مغاديش نطيبها في ديال الضو، نطيبها في الفران العادي. غنحاول ندير ليها بحال هكا، عندي هاد الصينيه هادي، المهم يمكن ليكم ديروا بحال هادي ولا شي طبله اخرى ولا المهم شي حاجه اخرى بحال هكا. دابا غندير ليها الغرف ديال الماء طايب، الماء طايب غنكبو بحال هكا بحال هكا، ودابا غنديها باش دابا غنديها للفران، كندخلها دابا للفران باش طيب ونتلاقاو ان شاء الله.
صافي ها هي الكيكه ديالنا، ها هي واجده. يلا خرجتها من الفران، يلا خرجتها من الفران. سخونه مزيان، شوفي سخونه. نحيد دابا داك الماء هو اللي طابت فيه، نحاول دابا راه كتحيد بسهوله. غنرجع هذه في هاد التفصيله، تجي بحال هكا. غندير ليها شويه السكر كلاصي الفوق، صافي. ها هو الكيك ديالنا واجد، شتو الكيك ديال بحال الفلو، شتو كنديرها هكا كيدير بحال الفلو. كيك ناجح 100% وساهل. نقطع معكم واحد الطليف ولا نقطعها كاع النص، نقطع واحد الطليف بحال هكا. أهو الكيك ديالنا كما شتو. إلا بغيتو تعمروه بشي حاجة ولا المهم كيجي بحال الجيلماز، شتو كيجي زوين 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 بزاف، والريحة زوينة. كيجي بحال هكا، شفتو؟ بغيتو تعمروه بالكريمة ولا شي حاجة أخرى عمروه. إلا بغيتو تاكلو غير هكا كتاكلو هكا، غالبا كيتكال بحال هكا. صافي هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى إلى الإعجاب ديالكم. راه هاد الكيك ساهل ساهل بزاف بزاف، والمقادير ديالو بسيطة، ماشي شي مقادير معقدين ولا شي حاجة، المقادير ديالو بسيطة كما شفتو في الفيديو، ساهل دغيا غتحضروه وصافي. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو. إلا عجبكم ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الفيديو القادم إن شاء الله. باي باي.